طيب ليه سؤال؟ اتفضل. انا بقالي 15 سنه باجي هنا، عمري وانا قاعد لوحدي طلبت حاجه؟ لا. ولا انت بتكبر دورك وبتجود وخلاص؟ لا خالص، انا لقيت حضرتك بتفطر قلت اكيد هيشرب حاجه. والله اه. ثم كل الناس اللي قاعده دي انت نزلت لهم طلبات ومكتفيين وزي الفل عشان تجي لنا لوحدي؟ لا. اتفضل قول ماشي. تعالى هنا. كان في فاتوره من 3 أسابيع عليا انا ما دفعتهاش. اجيبها لحضرتك. مش هدفعها. عشان انت ما تقل ادبك تاني، بلغ المدير بتاعك ان انا مش هدفعها، انا نيتي اني كنت جاي ادفعها يا عوض. خلاص؟ ولا ما اجيش؟ طبعا امنيه حياتكم ان انا ما اجيش، هاجي. اهلا؟ يلا غور غور. مساء الخير. تشرب ايه يا فندم؟ غور ايه ده؟ ايه؟ ايه؟ انا شاورت لك؟ انا قلت لك؟ مش قلت لك انك بتجود بزاوية دورك؟ جت ايه؟ مش قلت لك اشاور لك؟ لا دي تفاصيل ما بيننا كده ما تشليش. طب خلاص طالما جيت. اسال الهانم الاول يا ابني تشرب ايه؟ حضرتك تاخدي ايه؟ شكرا يا متر مش عايز اشرب حاجه. لا ازاي؟ انا كل ما اجي عندك بتسقيني، هينفع؟ لازم تشربي حاجه. خلاص هاخد شاي. وهتاخدي لي ايه بقى؟ شوف حضرتك عايز تشرب ايه؟ نسكافيه كوبايه بحالها لوحدي. نعم. يلا اتحرك يلا. اتحرك.